حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري يتساءل، هل تنجح المساعي البريطانية لعقد جولة قادمة من المفاوضات؟ العثور على معمل تصنيع متفجرات للحوثيين داخل جامع بالحديدة. الشرطة الألمانية تبحث عن امرأة مسنة ذهبت إلى حفل زفاف بدون دعوة. أهلا بكم. في مشاهد نادرة بالعاصمة صنعاء تشهد المخابز زحاما شديدا وسط أزمة غاز تعاني منها المدينة، إلى جانب ارتفاع قيمة القمح مع انهيار الريال اليمني. وفقا لموقع يمن مونيتور، طوابير الخبز في صنعاء وسط بذخ الحوثيين للاحتفاء بالمولد النبوي. ويفيد الموقع، في تناقض لهذا الوضع يستمر الحوثيون بالبذخ وصرف الأموال والولائم التي تقيمها جماعة الحوثي لأعضائها بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونقل مراسل يمن مونيتور عن وصول تعميمات إلزامية تجبر جميع الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية والخاصة والتعليمية إقامة فعاليات احتفالية بما يسمى ذكرى المولد النبوي، في الوقت الذي لا تستطيع فيه أغلب الأسر اليمنية سد رمق قوتها اليومي وتواجه تحديا في الحصول على الطعام بشكل يومي. وأضاف، لجأت عدد من الوزارات إلى تقديم إغراءات لضمان مشاركة الموظفين الحكوميين بالخروج إلى احتفال المولد النبوي، فقد عملت على إقامة ولائم لضمان حضور الموظفين إلى الفعاليات في ميدان السبعين في وقت تنعدم فيه الأطعمة أمام مئات الآلاف من اليمنيين. وقال موظف في دائرة حكومية بصنعاء ليمن مونيتور، قال: إن كانت جماعة الحوثي تملك كل هذه الأموال الطائلة فلماذا لا تصرف مرتبات الموظفين الحكوميين؟ وأضاف: استعراض القوة وسط مجاعة أهلكت اليمنيين كارثة تزيد الكراهية للجماعة وتؤجج نار الغضب بداخل الناس. السلام بين المفارعة والموقف من الدولة. تحت هذا العنوان كتب ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع بلقيس. السلام قيمة إنسانية تستحق التضحية والكفاح من أجلها، فلا تستقيم الحياة بدونها ولا تبنى الأمم من غير سلام. لسنوات طويلة واليمنيون يتطلعون إلى السلام، وكلما بدا أنهم اقتربوا منه عصفت بهم موجات من الصراعات والعنف والحروب تنقلهم إلى مربع الصفر الذي يبدأون منه الحديث عن السلام في مشوار جديد لا يستند على أي تراكم يوفر أفقاً واضحة لهذه العملية أو ينتج قدراً من الثقة تبدد المخاوف التي ولدتها التجارب القديمة الفاشلة. في اليمن كان السلام يأتي ليوقف حرباً أو يفك نزاعاً أو يجمد صراعاً دون أن تتجه الأطراف المعنية بعملية السلام تلك إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب أو الصراع أو النزاع، ويترتب على ذلك أن تبقى أسباب الصراع والحروب قائمة، وكل ما يتم هو التوافق على تسويات تجمد الخلافات والتي لا تلبث أن تعيد إنتاج نفسها في صور جديدة من التناقضات السياسية والاجتماعية على نحو أشد بعد أن تكون قد حفرت في البنى الاجتماعية الهشة مسارب إلى الانتقام والثارات وغير ذلك من نزعات التغلب التي لا تقف عند حد. لم تدرك أطراف الصراع بما شهدته من ألوان التحالفات وتبدلاتها أن السلام ليس قضية معزولة عن حاجة الناس إلى الدولة التي ستنتج الديناميات التي ستحمي السلام وتجعل منه قيمة سياسية واجتماعية وثقافية وأخلاقية في مواجهة نزعات الحروب. السلام بدون دولة تحقق الاستقرار وتوطد الأمن وتحفظ حقوق الناس لن يكون غير تهدئة مؤقتة يصاحبها جمود لا يولد أي قدر من ممكنات التوافق على حياة مشتركة خالية من الصراعات. إن ما يحتاجه اليمن هو السلام الذي تحمله وتحميه دولة مستقرة، وما لم نتجه بالحل في هذا المسار فإننا سنكرر نفس الأخطاء القديمة التي جعلت السلام مجرد غطاء للموقف السلبي من الدولة والذي أفرز كل هذه الصراعات والحروب. باختصار، لا نريد مجرد مفارعة
وإنما نريد موقفا من القضية الرئيسية وهي بناء الدولة، وموقفا من حق الشعب في تقرير خياراته السياسية لحل القضايا المعلقة ومنها قضية الجنوب. تعبنا من المفارعة بمسميات لا تحمل دليلا واحدا على معرفة جوهر المشكلة، وآن الأوان أن ينطلق السلام من جوهر المشكلة. من جديد، اليمن أمام محاولة جديدة لإيقاف الحرب والذهاب نحو السلام عن طريق المفاوضات التي ظلت متعثرة على مدى أكثر من عامين. ويعنون موقع المشاهد نت: هل تنجح المساعي البريطانية لعقد جولة قادمة من المفاوضات؟ وقال الموقع: تحاول بريطانيا أن تلعب دورا في إطار الملف اليمني، مثلها مثل بقية الدول الكبرى ربما كأمريكا وفرنسا والصين وروسيا، إذ تظهر بمثابة الحريص على السلام في اليمن وعلى إيقاف الحرب. وجددت بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين دعوتها لإيقاف التصعيد العسكري في اليمن. وأكدت المشاهد مصادر دبلوماسية في بريطانيا أن التحرك البريطاني الجديد يحاول إحداث اختراق جديد في ملف اليمن، ويبرز هذا التحرك تحديدا في إطار مجلس الأمن الدولي. وبحسب المصادر فإن الملف اليمني بيد بريطانيا منذ زمن، خصوصا داخل مجلس الأمن، وما بين فترة وأخرى تحاول تعزيز حضورها في هذا الإطار. الملف الذي تتجاذبه دول عظمى ودول إقليمية وأوروبية أيضا بحكم أنه يمثل نقطة تقاطع مصالح كبيرة وموقعا حيويا بحريا هاما، والجميع يحاول ألا يكون غائبا في هذه المساحة المهمة. وتشير مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن بريطانيا تتحرك في إطار مسارين اثنين: الأول يتعلق بفوز بريطانيا بإنجاح التسوية السياسية في اليمن وإيقاف الحرب، ومن هذا المنطلق هي تسعى إلى الوقوف مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث البريطاني الجنسية. وبينما تحدثت صحيفة الأيام عن مدة زمنية لبدء عملية سلام، عنونت الصحيفة: أسبوعان مهلة دولية لوقف القتال والدخول بهدنة فورية. وقالت الصحيفة إن بريطانيا طرحت رسميا أمام مجلس الأمن مشروع قرار حول اليمن يطالب أطراف النزاع بوقف العمليات العسكرية في الحديدة ووقف جميع الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية في اليمن، وكذا على دول المنطقة، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن مجلس الأمن بدأ بحث القرار البريطاني والذي يهدف وبشكل واسع إلى تحسين الوضع الإنساني في البلاد التي تقف على حافة المجاعة بسبب القتال المستمر للعام الرابع. تضيف الأيام: من شأن القرار إتاحة عقد مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب التي اندلعت في مارس 2015 وإعلان تطبيق هدنة فورية. أما موقع مأرب بريس تابع تصريحات المقاومة الشعبية المشاركة في معركة الحديدة، حيث قالت إنها عثرت على معمل لصناعة الألغام تابع للميليشيا الحوثية داخل مسجد في مدينة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر إن الجامع الذي عثر على معمل داخله اكتشف أثناء عمليات التطهير وتفكيك شبكات الألغام الحوثية من الشوارع والأحياء والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة، وهو معمل لصناعة وتمويه الألغام تابع للميليشيات الحوثية. وأفادت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات. وكانت ميليشيا الحوثي عمدت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، كما زرعت الألغام في منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة للانتقام من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيا وممارساتها الإرهابية. في مئوية الحرب العالمية الأولى، تحت هذا العنوان كتبت سوسن جميل حسن مقالها في العربي الجديد مضيفة: بعد 100 عام من انتهاء الحرب العالمية الأولى يعود الأعداء ليلتقوا ويتصافحوا ويتعانقوا ويشدوا على أيادي بعضهم البعض، فخورين بإنجازات الماضي وطامحين لإكمال مشروعاتهم وإن كان بطريقة أخرى، طريقة لم تعد فيها الحرب بالنسبة إليهم وفيما بينهم مجدية، ولم تعد الشعوب التي يحكمونها مستعدة لقبول خيارات من هذا النوع. في الوقت نفسه لم يعد في مقدور الحكومات فرض أجندتها ورؤاها من دون حساب للرأي العام وللشعب عن طريق ممثليه الذين يقيمون وزناً لناخبيهم.
ليست المشكلة الكبيرة في الأرض ودمار ما عليها، المشكلة في الإنسان الذي استنزفت الحرب النزر اليسير الذي كان باقياً لديه من وعي وعزة نفس وكرامة انتفض لأجلها. الحرب دمرت وشردت وجوعت وأفقرت، لكن أخطر ما أحدثت كان في خراب النفوس وتضليل الوعي وتشويه الضمير. لم نتعلم أن الأفكار تموت إن لم تنفتح على بعضها البعض، وأن لا أحد يملك الحقيقة، لكن كل محاولة للوصول إليها تخلق جديداً لخير الإنسانية. تاريخ لم ننجز فيه سوى الموت، وما زلنا يقصي بعضنا بعضنا الآخر، معتبراً نفسه المالك الحصري لحق تسيير الحياة وإدارتها، مرة باسم الأيديولوجيا، ومرة باسم الدين، ومرات باسم القيم والأعراف والأخلاق. ليست النهضة من صنع القادة، بل القادة الذين يمسكون بوصلة الطريق نحو صناعة المستقبل من صنع الشعوب. عندما تدرك الشعوب ذاتها وتفهم مواقعها وتضع تجاربها تحت النقد، حينها لن يكون من العسير عليها أن تجد قادتها الفاعلين المنتمين إليها، وليس إلى مصالحهم ونزواتهم وأسيادهم على حساب الأوطان التي لا يعنيهم أن يكون ثمن بقائهم على عروشها حرقوا تلك الأوطان. في جولتنا بين الصحف الفرنسية والتي ركزت على محاولات إيقاف الحرب وانطلاق عملية سلام، حيث تعنون صحيفة لوفيغارو الفرنسية: اليمن، الأمم المتحدة ترحب بإعلان الحوثيين. وقالت الصحيفة إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث رحب بوقف هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أعلنها في اليوم السابق الحوثيون. وقالت الصحيفة إن محمد علي الحوثي رئيس اللجنة العليا للحوثيين أعلن أن رجال الميليشيات أوقفوا هجماتهم بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائهم في اليمن. وأضاف أن الحركة مستعدة لوقف أوسع لإطلاق النار إذا كان التحالف العسكري في الرياض يريد السلام. ويقول التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس: الحوثيون احتفظوا بالعاصمة اليمنية لمدة 4 سنوات، ثم تقدموا نحو ميناء عدن في غضون 3 سنوات ونصف. قتلت الحرب أكثر من 10,000 شخص وتركت اليمن على شفا المجاعة. وفيما قالت صحيفة لوسوا البلجيكية في مادة ترجمت خصيصا لقناة بلقيس إن مشروع القرار البريطاني سيزيد من الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية، بالإضافة إلى المتمردين الحوثيين للتفاوض على اتفاق بشأن اليمن. وتقول الصحيفة: يدعو نص القرار جميع أصحاب المصلحة في الصراع إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، ووقف جميع الهجمات في المناطق التي يسكنها المدنيون بكثافة في جميع أنحاء اليمن، ووقف جميع الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد دول المنطقة والمناطق البحرية. كما يدعو القرار المتحاربين إلى السماح دون عوائق بوصول الغذاء والماء والوقود والأدوية التجارية أو الإنسانية وغيرها من الواردات الحيوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إزالة أي عقبة بيروقراطية يمكن أن تقيد هذه التدفقات في غضون 2 أسبوع من بعد اعتماد هذا القرار. انتصار شبكات التواصل الاجتماعي على إفك المستبدين، تحت هذا العنوان كتب عمر حمزاوي مقاله في القدس العربية. للاختلاف على شبكات التواصل الاجتماعي بين إصرار على الحقيقة والعدالة في مسألة خاشقجي، وبين ردة فعل هادئة تجاه الحرب على اليمن، على الرغم من تطابق المسؤول عن القتل هنا وعن الحرب هناك، لهذا الاختلاف أسباب متنوعة تستحق الرصد. أولاً، يبدو أن المتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي حين يهتمون بانتهاكات حقوق الإنسان يتعاطفون بصورة أسرع. حين يتعلق الانتهاك المعني بفرد واحد أو مجموعة محدودة العدد من الأفراد، يسهل تقنياً نشر صورهم وسرد حكاياتهم وتفاصيل الظلم الذي وقعوا ضحايا له بكلمات قليلة. أما عندما يكون الضحية شعبا بأكمله، إن في اليمن أو في سوريا حيث يمارس نظام الأسد إبادته الممنهجة، فيغيب التعاطف السريع لكثرة الوجوه والتفاصيل وتداخلها. ثانيا،
يبدو أن سقوط فرد أو مجموعة محدودة العدد من الأفراد ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان يحفز المتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي على المطالبة بالعدالة للضحايا تأسيساً على القناعة بإمكانية تحقيقها في الجرائم الفردية مقارنة بشبه استحالتها في حالة الجرائم الجماعية. ثالثاً، يسهل نسبياً على المتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي دحض ممارسات الحكومات العربية الإنكارية وتفنيد اعترافاتها المبتورة عندما تتسم تلك الممارسات والاعترافات بمنافاة المنطق والعقل وتنضج كافة تفاصيلها بالتسييس وبأغراض خدمة السلاطين، وعندما تقف في مقارعتها معلومات وحقائق واضحة تنشرها مصادر إعلامية موثوق في موضوعيتها وغياب التسييس عنها. تسبب اختفاء مسنة ألمانية في حالة استنفار داخل مدينة جيرمسهايم الألمانية، وبعد بحث طويل للشرطة عنها تبين أنها كانت تحضر حفل زفاف لم تكن مدعوة إليه. فما الذي ذهب بها إلى هناك وعنوان موقع دي دبليو الألماني؟ بعد إعلان اختفائها الشرطة الألمانية تعثر على عجوز في عرس. واختفت سيدة مسنة 82 عاما من أحد دور رعاية المسنين بولاية راينلاند بفالس ويوم السبت المنصرم 17 من نوفمبر، وبعد أن انتبه العاملون بدار المسنين لغيابها أبلغوا رجال الشرطة لتبدأ عملية البحث عنها، وسادت المخاوف بأن تكون قد ضلت الطريق أثناء قيامها بنزهتها في محيط دار المسنين، كما دأبت على فعل ذلك بشكل مستمر. وأثناء عملية البحث عنها حدثت المفاجأة، فالسيدة التي اعتبرت لساعات مختفية ظهرت من جديد في حدود الساعة 8:30 من مساء ذات اليوم، وبعد استفسارها عن غيابها تأكد أنها لم تضل الطريق ولم يصبها أي مكروه، بل انتبهت لوجود حفل زفاف قرب دار رعاية المسنين الذي تسكن فيه، فقررت التوجه إلى مكان الحفل دون أن تكون من المدعوين إليه. وقال متحدث باسم الشرطة معلقا على ما حدث إن السيدة الألمانية أرادت على ما يبدو الاحتفال بدل الذهاب إلى النوم. صحيفة الجارديان تنشر عددا من الصور التي توثق لحظات هامة خلال الأسبوع من مناطق مختلفة، نتابعها في جولتنا المصورة اليوم. تأسس الكاريكاتير حين شعر أصحاب الرأي بالخوف عن الإفصاح عن آرائهم وأظهروه عبر الرسم، ومع الوقت تحول الأمر إلى فن قائم بذاته. ماذا رسم لنا فنان الكاريكاتير لهذا اليوم؟ نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.